صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن الريد ماجيك 7، مش السبعة برو، السبعة. هالتليفون معمول خصوصيا للالعاب، اسمه جيمنج فون، منه فلاج شيب تليفون وبيعمل بيلعب العاب شوي منيحه. لا، هالتليفون معمول خصوصيا ليعطينا احسن خبره العاب على تليفونين اندرويد بال 2022. موجود عندنا كمان الكوالكوم 8 جن 1، اخر حاسوب جاي منه لشركه كوالكوم. عشان هيك بدي افرجيكم اليوم، بدنا نتحدث عن ليه مسميه انا الريد ماجيك هات بالانجليزي، يعني معناته انه ليه هالقد فخيم، يا اما عنده حراره يا اما عنده انه قوه كتير واحسن تليفون للالعاب على التليفونات الاندرويد. الحقيقه رح تكون شوي بيناتهم اثنيناتهم، رح نتحدث من فيها وخبركم ليه انا حابب هو لهالتليفون وليه انا عندي شوي شغلات قلقتني منه لهالتليفون. يلا، انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك. خلينا نتحدث على الريد ماجيك 7. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دائما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. هذا هو التليفون الريد ماجيك 7، مثل ما قلنا سناب دراجون 8 جن 1 موجود بقلبه لهالتليفون. عندي 18 جيجا بايت للرام، عندي 256 للذاكره. هذا الكولر الموجود من شركه ريد ماجيك، نقدر نستعمله، نزلوه السنه الماضيه مع الريد ماجيك 6، وبيعطونا كمان غطاء بقلب العلبه حتى نقدر نستعمل التليفون، وبيعطينا نقدر نحميه شوي كمان من كل هالشغلات. بس مثل ما عم تسمعوا، هيدا تليفون للالعاب. عندنا الفان موجود جوا، ركبوا عليها اضويه من جوا هلا، وعندنا كمان اللوجو تبع الريد ماجيك بيتغير لوحده. فاول شيء بدنا نتحدث فيه لهالتليفون انه هالتليفون في موديلين موجودين، عندنا السبعه والسبعه برو. السبعه برو الفرق بيناتهم التليفونين هلا، البطاريه على هذا 4500، السبعه برو بيكون 5000. شغله ثانيه، الشاشه الموجوده عليه للتليفون البرو بتقدر توصل لل 120 هرتز بس. هيدا هون التليفون بيقدر نوصله، خلينا نسكر هون، بننزله على اليمين، بنسحب، بنقدر نوصل ل 165 هرتز. بس الفرق بيناتهم انه رغم هداك بينزل ل 120، التاتش ريسبونس تاعيته لما بتقدر ترد على منظر الشاشه اعلى منه لهالتليفون عليه للتليفون، وهذا التليفون بيمشي بس على 165. بس التاتش ريسبونس تاعيتهم، امين صراحه بيني وبينكم، التليفون الريسبونس عليه كتير كتير سريع. هيدا بدنا نعرفه مزبوط على القليل نقدر انه في فرق بيناتهم، بس ما كتير قوي كتير. المهم، الحاسوب موجود على التليفون نفس الشيء، سناب دراجون 8 جن 1، عندنا هون 18 جيجا بايت رام و256 للذاكره بالموديل اللي انا اشتريته. كاميرات موجوده هون 64 ميجا بكسل، بس الشغله الوحيده معروف فيها هي هذا التليفون هذا معمول للالعاب، معناته لما بنكبس دور التليفون بنكبس الزر تبع الالعاب هون، التليفون بدور بصير يمشي على الجيمنج، نقدر ندور المروحه وتشوفوا هون صار عندنا ار جي بي مفروض لفوق، وعندنا كمان اللون موجود تحت بيقدر يتغير. هيدا التليفون معمول للالعاب. هيدي بتجي كاكسسري بتقدر تشتروها لوحدكم اذا بدكم، اسمها الريد ماجيك، مسميينه الدول فان كولر، بتستعمل مروحتين، وفي عندنا كمان ار جي بي موجود بقلبه للمروحه، بتقدروا توصلوها على تليفونات ريد ماجيك ولا كمان فيكم تستعملوها مع اي تليفون ثاني. بس الشغله الوحيده لازم تعرفوها انه لازم توصلوها بالشريط اليو اس بي سي موجود لهون لتحت للتليفون لناخذ منه قوه، معناته اذا التليفون بيقدر يعطي باور من اليو اس بي سي، هيدي مهمه اذا تعرفوها بتقدروا تستعملوها. الشاشة حلوة كتير، 1080 بي 165 هرتز. عندنا الفينجر برنت سكانر موجود بنصها، ونحن هلا عم نلعب لعبة الأندد هورد، خليني أسكرها هون، بنرجع على السيستم تبعنا. تحت هالسيستم فيكم تركبوا كل ألعابكم، تظبطوا كل شيء، تدوروا تطفوا المروحة تاعيتها إذا بدكم إياها، خلينا ندورها هون. ومش بس هيك، إذا بدكم تستعملوا المروحة تاعيتهم الجديدة هيدي الموجودة، بتوصلوها على التليفون من هون على اليمين لياخذ باور، وعلى الشمال بنوصلها لهون، على الشمال لوحدها، وجرد ما توصلوها، خليني أعطيها ثانية، بتدور بصير عندنا مروحتين زياده كبار اكبر بكثير الموجودين عندنا للتليفون، وبيعطينا هون الحراره لتحت، بتقدر تنزل تقريبا 50 درجه فهرنهايت، بتساعدنا لننزل حرارته للتليفون كثير كثير منيح. هذه شغله بفرجيكم مزبوط، سو هيك طلعوا موجوده هون، خلينا ندورها هون. الحراره هون انا بس خليها هون، بس اعطيها ثانيه شوي، مثل ما عم تشوفوا الحراره حتنزل، حتضلها تنزل لهالدرجه، بيضل يعمل كولينج. فهيدا بيساعدنا لنقدر نبرد التليفون ونظبطه مزبوط، لنستعمل قوته مزبوط، لنقدر ننزل حرارته لما نستعمله. بنفوت على الريجلاج هون تحت السيستم، تحت الكولر، نعمل عليها كونكت، نعطيها ثانيه تعمل كونكتنج، نعملها اوكي، بنقدر نسيطر عليها، فينا نطفيها، فينا ندورها، فينا نحطها اوتوماتيك، وفينا ندورها على العادي ولا السوبر، معناته بنقول المروحه على 100%، فينا كمان نغير الالوان عليها. وحلاوة فيها هيدي انه مجرد ما تعملوا هالتصميم عليها بقلب التطبيق هون، لما تخلص واذا وصلتوها لسيستم مثلا الباور بانك مثل ما انا بحب اعملها لبرا، هيدي بتقدر تضلها نعمل نفس الشيء، بتمشي مزبوط. سو من غير ما نستعمل التليفون ونسحب قوه البطاريه منه للتليفون نفس الوقت، بدل ما بس يستعملوا البطاريه ال 4500 موجوده هون لدور التليفون، ساعتها بدنا ندور التليفون وندور المروحه بنفس الوقت، يعني معناته حتقتل البطاريه تاعتنا بسرعه كثير.
احسن شيء انه تستعملوها مع باور بانك حتى تقدروا تعملوا الكولينج من غير ما تاخذوا بطاريه منه للتليفون. هلا الشغله الثانيه كمان موجوده بقلب هالتليفون، مش بس هيك، عندنا كمان سيستم موجود بقلب السيستم هون، فيني دوره مزبوط، فيني دور المرحله 200 ما بدي اياها. في عندنا كمان السيستم اسمه التشارج سيبريشن. التشارج سيبريشن معناته بيخلينا نقدر نستعمل البطاريه الكهرباء من الشريط تبعه مع الشارجر للتليفون من غير ما نستعمل البطاريه. ما بعرف اذا انتم بتعرفوا انه تقريبا نص البطاريه، نص الحراره اللي بتجي منه للتليفون تقريبا مش بس من الحاسوب ومن الجي بي يو لما عم نستعمله نلعب العاب. التليفون لما يكون عنده البطاريه عم نسحب منها كهرباء بكميه قويه سريعا، بتعطي كمان حراره، ومش بس هيك معقوله تاذي البطاريه لانه عم تعمل الديسيبيشن، الحراره من تنسحب منها بشكل اسرع من العاده. حتى نقدر نطول حياه البطاريه ونقدر نخفف حراره عليه للتليفون، فيكم تستعملوا هيدي تشارج سيبريشن الموجوده بقلبه للسيستم، تسحبوها من فوق هون بتكبسوها، وبتقدروا كمان من غير ما تعملوا ساعتها التليفون ما بيحمق كتير. بس حنتحدث هلا شوي شو بيصير لما نستعمل هالسيستمات الموجوده، الكولر، الفان الموجوده، المروحه الموجوده جوا هون، زيدوا لنا مطرحين هون، صار عندنا المطرح اللي على اليمين الموجود من قبل ليسحب هواء من برا، وعندنا واحد زياده كمان موجود لفوق ليقدر يسحب هواء من هون ويعطينا كولينج احسن عليه لهالتليفون. ولما نتحدث عن الالعاب، انا استعملت التطبيق اسمه الاندد هورد. الاندد هورد حتى لو بدكم تستعملوا اي تطبيق تاني، البوب جي، الكول اوف ديوتي، ولا اي لعبه عندها الجرافيكس تاعتها بتكون كتير عاليه وعندها السيستم بيمشي لاكثر من 90 فريمز بير سكند، التليفون حيحمى. هلا عنا عملت عدة اختيارات، بس أول شيء عملته استعملت التليفون مثل ما مفروض يستعمل، استعملته مع الغطاء اللي إجي بقلب العلبة وحطيت عليه للتليفون ولعبت لعبة الأندد هورد، طورت كل الكاستمايزيشنز تاعتها، دورتها مزبوط 100%. التليفون حمي صراحة مزبوط، 131 فارنهايت 55 سلسيوس، معناته التليفون حمي مزبوط. على الشاشة اللي قدام كمان نفس الشيء فوق 50 درجة. هيدي الشغلة صارت رغم إنه الحرارة طلعت عليه للتليفون، الصراحة التليفون ما بطئ، ما نزل شيء، ما عمل لوك اب، ما عمل كراش عليها للتطبيق، ضليتني اقدر العب عليها للتطبيق على التليفون. العلة التليفون حمي لدرجة انه اصبعي بوق فيني احطه على الشاشة. ليه؟ التليفون بيعمل هيت ديسيبيشن، بيطلع الحرارة من عدة مرحلات. ثلاث ارباع التليفونات اللي بنشوفها بالسوق هلا الفلاج شيبس، هدول التليفونات بسموهم الاول راوندرز، معناته بيكون منيح بعدة شغلات، الكاميرات منيحة، السبيكرز منيح، السيستم قوي، وبيعطينا كمان طريقة نقدر العب. بس ثلاث ارباع التليفونات اللي بتشوفوها هلا بالسوق صراحه عندهم ثرولينج، معناته ما بيعطونا قوه الحاسوب على الاخر، واذا اعطونا قوه الحاسوب على الاخر خاصه 8 جن 1 الحاسوب ما بيمشي بكل قوته لمده طويله، بتعطوها فتره قصيره وبيبلش ينزل ويطلع، الفريم ريت تنزل لتحت لما بتطلع الحراره كتير. ليه؟ التليفون عم بيخفف الحراره ليبرد حاله شوي، ولما بتطلع الحراره لما بيبرد منيح الحراره بترجع بتطلع، ولما بتطلع الفريم ريت معناته بتعملنا الفريم ريت تبع اللعبه بيضل يطلع هيك، ما حدا بيستمتع فيها اللعبه لما بتكون ماشي على 60 70 بعدين بتطلع على 100 بترجع لتحت ال 20، ما حدا حيستمتع فيها. عشان هيك لازم يكون عندنا الكولينج. سو مع التليفون مع الكولينج تاعيته مع هيدا، ولما عم ندفش على 100% لكل امكانياته لهالتليفون، التليفون حيحمى. شو فينا نعمل ننزل الحراره؟ سو عندنا اول شيء الاسلوب الثاني، استعملت الباور تشارج سيبريشن، معناته عم بستعمل شريط الكهرباء لدور التليفون من غير ما استعمل البطاريه. قلت انا خلينا نشوف اذا بتقدر تنزل الحراره شوي. هلا بالتفكير تبعي انا فكرت انه معقوله هذا اللي حيصير، بس اللي صار على العكس. اللي صار بسبب انه ما عندنا حراره جايه من البطاريه، التليفون صار يمشي احسن، ما لنا كثير اشكال، حيكون كثير حلو لنا. بس الحراره هيدي وصلت ل 137 تقريبا 60 درجه 59 درجه سلسيوس لكم، بس 137 درجه بالفرنهايت كثير كثير سخنه، هذا على ظهره. قدام تقريبا 125 127 معناته الحراره صارت كثير حاميه علينا، مش بس من ورا بس كمان من قدام. عشان هيك لما عم بفسر لكم قصه الهيت ديسيبيشن منه للتليفون، التليفونات عاده شو بتصير؟ عندها عده محلات تطلع حراره، يا اما بتعملها دغري من ظهره للتليفون، معناته هذا بيحمى من ورا، يا اما اذا عندنا فان مثل هذا بتفوت هواء من برا بتظهرها بتطلع الحراره شوي، وكمان نفس الشيء بنلاحظها انه حوالي الكاميرات الموجوده ورا بنبلش نشوف في شويه حراره بتطلع زياده، هذا لانه في عندنا مفتحه هونيك التليفون بيقدر يفتح ويطلع حراره مزبوط. الشغله الاخيره اللي نحن ما بنقدر نلاحظها، ما بعرف اذا لاحظتوها لهلا، التليفونات عم تستعمل الشاشة من قدام لتطلع الحرارة، لما بتعمل هالشغلة الحرارة بتطلع على الشاشة، الشاشة حتحمى. ولما بنلعب ألعاب هيك بكون الألعاب مفروض إن يكون إصبعنا على الشاشة طول الوقت، هيدي بتأثر علينا. هلا أنا بعرف إذا أنتم لاعبين بتليفونات الريد ماجيك، بعرف إنه في عندنا كبيسات موجودين لفوق، هدول الكبيسات بيمشوا كتير منيح للتريجرز بس ما بيمشوا للنافيجيشن، معناته أي مرة بدنا نحط إصبعنا لنحرك حالنا ونطلع ننزل على اللعبة، هيدي ما حتمشي بهالكبيسات. لهالسبب لما استعملت الباور تشارج سيبريشن الحراره طلعت اعلى.
عشان هيك بلشت اقول يلا خلينا نستعمل هلا الكولر، هيدا اللي معمول خصوصيا ليساعدنا مع الحراره. مثل ما قلت لكم نزلوه السنه الماضيه مع 8 جن 1 مع 88، وهالسنه كمان نقدر نستعمله. لما استعملته اول مره استعملته مع الغطاء لاحظت انه ما في اي اشكال، ما في فرق اطلاقا. ليه؟ السيستم ما عم يوصل له الحراره، الكولر عم بيجي بارد بس بسبب الغطاء، والغطاء بيبعث لنا التليفون منه للكول للتليفون للكولر، الحراره ما وصلت له وما مشيت لالي. اوكي سؤالنا يلا خلينا نقيم الغطاء ونحط التليفون على جنب. اول مره جربتها وصلت الكولر عليه للتليفون دغري، الحراره رغم انه نزلت شوي عليه لظهره للتليفون، اول شيء اللي صار انه الحراره بطلت. لازم تعرفوا مزبوط وين تحطوها، هي اول شيء حتى ما تغطوا الفتحات الجديد اللي حطوها من ورا ولا من تحت. حراره التليفون نزلت من ورا بس لانه عم نستعمل هالدول فان والسيستم 100%، البطاريه انقتلت بشكل رهيب. يعني استعملناها وعملنا مسحبنا بطاريه بشكل رهيب، سمعناته التليفون ما بيضايقنا مده طويله، ولانه عم نستعمل الكهرباء منه للتليفون ما فينا نوصل له شريط لنشارجه. سو هيدي عله. والطريقه اللي انا استعملتها انه صرت عم استعمل باور بانك من برا حتى نقدر نعطيها الكهرباء للفان، معناته بنقدر نمشيها مزبوط مع كل الامكانيات اللي ظبطناها عليها من غير ما نسحب كهرباء منه للتليفون. وصراحه هيدا حيكون احسن شيء لما بنستعملها من غير ما نستعمل على الغطاء وبنحطه عليه للتليفون، الحراره صارت مزبوط من قدامه من ورا تقريبا بين 110 ل 120، رغم انه بتضلكم تقولوا هيدي حراره عاليه، بس صراحه حراره بنقدر نستعملها لمده اطول وبتضله التليفون ماشي. هلا بكل هالتجربات اللي عملتها مزبوط ولا مره انطفى التليفون، ولا مره التليفون نزلت الفريم ريت تبعه، طول الوقت ضلت الفريم ريت عليها لهاللعبه بين ال 100 و 120، معناته فيها فلكشويشن شوي بس بتضلها ماشي فوق الامكانيات اللي بنشوفها على ثلاث ارباع التليفونات الموجوده بالسوق. الجنشن امباكت، الكول اوف ديوتي، والببجي موبايل، ولا حتى فورتنايت، كلهم حيعملوا نفس الشيء، حيحموا التليفون لتعطوه احسن امكانيات لتستعملوه بكل امكانياته مثل ما بنستعمل السيستمات تاعت الكمبيوتر تاعتنا. اذا انتم عندكم اي شيء اسمه كمبيوتر اشتغلتوا اشتريتوا كمبيوتر للالعاب، ولا حتى عندكم لابتوب، انتم بتعرفوا انه لما بتحطوا بتستعملوا للتليفون للكمبيوتر حيطلع منه حراره. السيستمات هدول المونيتورز الموجودين وراي انا رغم انه حلوين كتير وبيشجعوا الكيو اتش دي عليهم ريزولوشن و240 فريمز بير سكند عليهم للشاشتين، اثنيناتهم بيعملوا بيعطوا كتير حراره بهالمكتب. الكمبيوتر الموجود وراي عندي الحاسوب الجي بي يو كلهم بيعطوا حراره، وثلاث ارباع الوقت عندكم انتم مراوح عم تحاول تدفش الهواء السخن براته للكمبيوتر. عشان هيك انتم بتعرفوا اذا بنستعمل نفس الشيء على الكمبيوترات صرنا هلا على المرحله بالتليفونات خاصه من 888 و8 جن 1 انه لازمنا اكتف كولينج، لازمنا سيستم يساعدنا لنبرده للتليفون. التليفون من شركه ريد ماجيك 7 ريد ماجيك مزبوط، رغم انه حمي رغم انه عطينا حراره عم بيعطونا امكانيات لنقدر ننزل الحراره، مش بس هيك ضلوا ماشي طول هالوقت، لا كراش لا ولا شيء، التطبيق ماشي، الالعاب ماشي مزبوط وماشي بكميه منيحه. السبب اللي انا صار فيه انه ما قدرت استعملهم لانه الحراره طلعت عليها. وبالنسبه لي انا بنصحكم اذا عندكم كنترولر لتستعملوه مع تليفونات هيك، بدكم تليفون للجيمنج مزبوط، جيبوا كنترولر لتتبعتوا ايدكم منه شوي للتليفون، يا اما هيك اذا بدكم تستعملوه بايدكم حطوا عليه غطاء. الغطاء صراحه خلينا نشوف كيف نظبطها مزبوط، الغطاء بيساعدنا كثير لانه بيرفع ايدنا عنه للتليفون وبيخلي الحراره تطلع من ورا من غير ما تاثر علينا. الحراره من قدام ما حنقدر نغير شيء، الحراره بتضلها حامي شوي بس منا حامي بشكل كثير لما بنستعملها مع المروحه. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه لتليفون ريد ماجيك 7، هل انتم معجبين بهالتليفونات؟ بتحبوا تليفونات الالعاب ولا بتحبوا تاثروا اكثر تضلكم ماشيين اكثر مع تليفونات الفلاج شيب اللي بنقدر نلعب عليهم الالعاب بس ما بيكونوا ماشيين على 100% بقوته للحاسوب؟ بالنسبه لي انا 882 و8 جن 1 قويين بشكل رهيب، ما محتاجين نحن قوتهم كلهم 100% لنستعمل تليفوناتنا، بس على القليله اذا بدنا نستعملهم بدكم تعملوا كل شيء 100% مثل ما كوالكم بدها، هالتليفون بيقدر يساعدكم وبيمشي مزبوط احسن من ثلاث ارباع التليفونات الموجوده هلا باول السنه 2022. شوفوا ان شاء الله بالفيديو الجديد، يلا مع السلامه.